بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل ما وصلنا إليه في الفيد إفكت ترانزستور. راح ناخذ اليوم الموسفت، النوع الثاني من الفيد إفكت ترانزستور. أخذنا الجنكشن فيد إفكت ترانزستور، واليوم راح ناخذ الموسفت. قلنا في المحاضرة الأولى من الفيد إفكت ترانزستور، الموسفت هو اختصار الموسفت، هذين الأحرف من كلمة موسفت هي اختصار لميتال أوكسيد سيمي كوندكتور فيلد إفكت ترانزستور. زين، والموسفت ينقسم إلى نوعين. النوع الأول هو اللي راح ناخذه الآن، اللي هو depletion type MOSFET. هذا النوع الأول اللي هسه راح ناخذه اسمه depletion type MOSFET. النوع الثاني هو enhanced type MOSFET، أو يرمزوا له بE MOSFET. يعني عندنا نوعين من الموسفت، اللي هو depletion type MOSFET والنوع الثاني اسمه Enhanced Type MOSFET أو نرمز له E MOSFET. وكلا النوعين الـ D MOSFET والـ E MOSFET يتكونون راح من الـ N Channel و P Channel، يعني حالهم حال الـ Junction Feed Effect Transistor. كان الـ Junction Feed Effect Transistor يتكون من الـ N Channel و P Channel، والآن كذلك الـ D MOSFET والـ E MOSFET راح يتكونون من الـ N Channel و ال P channel. زين، ال basic construction، البناء الأساسي للموسفت، وقلنا راح ناخذ بالبداية ال D MOSFET. فالبناء الأساسي لل D MOSFET هو هذا اللي قدامكم. راح نلاحظ هنا انه للدرين، طرف للدرين راح يكون متصل بال N channel، هذا اللي بالسمائي هو ال N channel. فراح نلاحظ انه الدرين راح يكون متصل ب الان شانل، والسورس طرف السورس راح يكون كذلك متصل بالان شانل. وراح نلاحظ انه طرف الجيت راح يكون منعزل عن الشانل بطبقة نسميها سيليكون ديوكسيد، ثنائي اوكسيد السيليكون. فهاي الطبقة، هاي الطبقة اللي مخططة، هاي هي طبقة السيليكون ديوكسيد. هاي طبقة سيليكون ديوكسيد هي اللي راح تعزل لنا طرف الجيت عن الان شانل. زين، ونلاحظ انه راح يتكون الدي موسفيت من الان شانل اللي راح تكون من الان تايب، وكذلك راح يتكون من البي تايب، وهنا راح نسميه بي سبستريت. هنا راح يكون في الدي موسفيت طرف رابع نسميه سبستريت او اس اس. هذا الطرف راح يكون مو ظاهري، يعني احنا بالدي موسفت ما راح نلقى اربع اطراف، راح نلقى ثلاث اطراف. وهذا الطرف اللي نسميه اس اس راح يكون متصل داخليا بالسورس بهذا الشكل، متصل من الداخل هذا الطرف الاس اس بالسورس، ولهذا يسموه اس اس. اس اس معناها سبستريت شورت وذ سورس، يعني هذا السبستريت، هذا الطرف اللي يكون مو ظاهري، هذا يكون من الداخل، يكون متصل بالسورس بشورت سيركت. فأعيد انه بالدي موسفت راح يكون الدرين متصل بالان شانل، والسورس راح يكون متصل ب كذلك الان شانل، والجيت راح يكون منعزل عن الان شانل بطبقة من السيليكون ديوكسيد، ويتكون كذلك الدي موسفت من البي تايب او هنا نسميه بي سبستريت. وكذلك يحتوي الدي موسفت على طرف رابع، يكون هذا الطرف غير ظاهري، هذا الطرف يكون متصل بالسورس بشكل شورت سيركت. ولهذا راح نلاحظ انه السمبل مال الدي موسفت بالنسبة للان شانل راح يكون السهم مال اس اس للداخل، اما بالنسبة للبي شانل راح يكون السهم مال اس اس الى الخارج. وقلنا احنا الاس اس راح يكون متصل بطرف السورس بشورت سيركت، فهنا الطرف الان شانل راح يكون بهذا الشكل السمبل النهائي اللي راح نرسمه بالدوائر مالتنا مال الدي موسفت بالنسبة للان شانل هو هذا اللي قدامكم. راح يكون طرف الاس اس هذا الطرف،
هذا الطرف راح يكون متصل بالسورس، وبما أنه السهم للداخل إذا هذا N channel. وكذلك بالنسبة إلى ال P channel راح يكون طرف ال SS متصل بالسورس بشورت سيركت، ويكون السهم إلى الخارج لأنه B channel. فهذا أذني ال two samples اللي خاصات بال D MOSFET بالنسبة لل N channel وال P channel. زين، الآن راح ناخذ الـ Basic Operation and Characteristics، فخليني شرحه هنا. احنا الآن نريد نشرح الـ Basic Operation and Characteristics المن للـ Depletion Type MOSFET أو الـ D MOSFET. زين، فهذا هنا الكيرف عندنا هو خاص بالـ D MOSFET والـ E MOSFET، يعني خاص بالـ Depletion Type MOSFET والإنهانسمنت تايب موسفيت. فاللي أريده أول شيء إحنا راح نشرح فقط الدي موسفيت، وبالتالي إحنا معنيين فقط بهذا الجانب. هذا الجانب، من هذا الجانب هو اللي خاص بالديبليشن مود أو الديبليشن موسفيت اللي هو من هنا وهنا. وكذلك هنا بالنسبة لهذا هذين الكيرفات راح نشرح فقط الديبليشن تايب موسفيت، وبالتالي فقط هذين الكيرفات اللي راح أشرها. زين، شو وقت نشتغل بالديبليشن مود أو الديبليشن موسفيت، شو وقت نشتغل بالانهاسمنت مود أو الانهاسمنت موسفيت؟ نشتغل بالديبليشن مود عندما نخلي البي جي اس تساوي صفر، يعني نخليها شورت سيركت ما بين الجيت والسورس، او نخلي الفي جي اس تساوي سالب، يعني نخلي الفولتيه هنا او مصدر الفولتيه هنا بالريفرس بايسنج. فبالتالي راح نشتغل بالديبليشن مود. زين، اذا اريد اشتغل بالانهانسمنت مود او الاي موسفيت، لازم اخلي هنا المصدر الفولتيه يكون موجب، يعني فورورد، اخلي بين الجيت والاس فورورد. الان احنا نشرح فقط الديبليشن موسفيت، فراح نخلي هنا بالبداية الفولتية ما بين الجيت والسورس تساوي صفر، يعني خلي شورت سيركت ما بين الجيت والسورس بهذا الشكل. وبالتالي من اخلي، احنا قلنا في المحاضرات السابقة، عندما اخلي الفولتية الفي جي اس تساوي صفر، راح شو يؤدي هذا؟ راح يؤدي إلى أنه راح يمر أعلى تيار في الشانل، راح يمر هنا أعلى تيار بالشانل، وهذا الأعلى تيار سميناه الـ IDSS. وقلنا بما أنه الـ VGS تساوي صفر، إذا أعلى تيار يساوي الـ IDSS، وهذا الـ IDSS راح يساوي الـ ID. ليش راح يساوي الاي دي؟ لان هو اعلى تيار مر بالشانل، ماكو بعد اعلى منه. زين، وقلنا عندما نخلي الفي جي اس تساوي سالب واحد، يعني هنا أنا اربط مصدر فولتيه بالريفرس بايسنج، هذا ايش راح يؤدي لي؟ راح يؤدي الى انه عدد الالكترونات اللي تمر خلال الشانل راح تقل، وبالتالي راح يستقر التيار عن تيار أقل من عندما كانت الـ VGS تساوي صفر. ليش؟ لأن هنا بما أنه خلينا الطرف الجينت متصل بالسالب، يعني هنا أنا راح يكون عندي هذا الطرف متصل بالسالب بهذا الشكل، الطرف السالب مال البطارية، وهنا عندي بالشانل الإلكترونات الميجوريتي، هي الإلكترونات الأكثرية، وبالتالي بما أنه هذا سالب والإلكترونات هي سالب، إذا راح يحصل تنافر، ومن يحصل تنافر يعني عدد من الإلكترونات راح تغادر الشانل متجهة نحو الـ P-type، وبالتالي من أخلي هنا مصدر فولتية راح تمر عدد الإلكترونات أقل من خلال الشانل. ولاحظ أنه التيار هنا ثبت عن تيار اقل من الحاله الاولى عندما كان في جي اس يساوي صفر. ونفس الحاله اذا زودت هذا الفولتيه، اذا زودت هاي الفولتيه يعني خليتها مثلا سالب 2، راح يستقر عن تيار اقل،
وكل ما ازود راح يستقل عن تيار اقل. زين، بالنسبه هنا للترانسفير كاركترستكس هذا اللي قدامكم، احنا قلنا راح نشرح فقط الديبليشن مود، يعني فقط عندما اخلي الفي جي اس، نهايه الفي جي اس اخليها تساوي صفر، يعني اخليها شورت سيركت بين الجيت والسورس، او اخليها سالب يعني اخليها بالريفرس بايسنج. فراح هنا بالبدايه عندما الفي جي اس تساوي صفر، نهاية عندما الفي جي اس تساوي صفر، اذا التيار راح يكون اعلى ما يمكن، وهذا التيار اللي سميناه اعلى ما يمكن هو سميناه الاي دي اس اس. زين، وعندما الفي جي اس تساوي الفي بي، احنا قلنا هاي النقاط هي الفي بي او بينش اوف فولتج. هنا عندنا الفي بي هنا صارت مطابقه على الفي جي اس، يعني الفي جي اس هو نفس الفي بي، وعندما قلنا الفي جي اس تساوي الفي بي اذا الاي دي راح يساوي صفر، الاي دي هنا راح يساوي صفر. زين، وقلنا المحاضره السابقه اذا خلينا الاي دي يساوي اي دي اس اس على 2، اذا الفي جي اس راح تساوي 0.3 في بي اذا خليت الاي دي يساوي اي دي اس اس على 2، واذا خليت الاي دي يساوي الاي دي اس اس على 4، اذا الفي جي اس راح تساوي في بي على 2. زين، واذا نريد نشتغل بالانهانسمنت مود راح نخلي الفولتيه ما بين الجين والسورس او ما بين الجي والاس راح نخليها فورورد بايسنج، يعني راح نخلي فولتيه موجبه راح نعرفها بعد شويه. فهنا مثال يقول sketch the transfer characteristics. transfer characteristics يقصد بي هذا الكاركترستكس. زين، يريد الترانسفير كاركترستكس للان شانل مال ديبليشن تايب موسفيت، مال دي موسفيت، يعني الترانسفير كاركترستكس يريد مال دي موسفيت المن للان شانل مو البي شانل. ويقول الاي دي اس اس تساوي 10 ملي امبير والفي بي راح تساوي سالب 4 فولت. فانا اسوي بهذا الشكل. طبعا انت اذا ما ترسم هذا صحيح، لان هذا خاص بالانهانسمنت مود، واحنا بالسؤال يريد فقط الديبليشن مود او الديبليشن تايب اوف موسفيت. فاذا ما رسمت هذا الكيرف يعني ما كملته بهذا الشكل هو صحيح. زين، قال الاي دي اس اس تساوي 10، فانا ارسم هذا المحور الاي دي وهذا محور الفي جي اس. زين، وارقم من الواحد الى يعني فد ارقام. زين، بما انه هنا قايل الاي دي اس اس تساوي 10 ملي امبير، فابدي من هنا هذا الاي دي اس اس اوضح انه هذه ال 10 الملي امبير، هاي ال 10 هي الاي دي اس اس، هي اعلى تيار يمر خلال الشانل. وبما انه هو قايل بالسؤال هذا ان شانل، يعني اعلى تيار يمر خلال الان شانل. زين، والفي بي راح تساوي سالب 4، فخلي هنا بمحور الفي جي اس هنا الفي بي راح تساوي ايش قد؟ سالب 4. وبعدين شو اسوي؟ اطلع قيمة الاي دي عندما تساوي اي دي اس اس على 2. قلنا عندما تساوي الاي دي تساوي اي دي اس اس على 2، اذا الفي جي اس راح تساوي ايش قد؟ 0.3 في بي. فهنا عندما تساوي الاي دي اي دي اس اس على 2 اجر خط هنا، فراح تساوي ايش قد الفي جي اس؟ راح تساوي 0.3 في بي. بما انه الفي بي سالب 4، اذا 0.3 في سالب 4 راح يساوي سالب 1.2، فهاي تقريبا سالب 1.2. واطلع الاي دي عندما يساوي اي دي اس اس على 4، وقلنا عندما يساوي الاي دي اي دي اس اس على 4، اذا الفي جي اس راح تساوي في بي على 2. وبما انه الفي بي هي سالب 4 معطيني اياها بالسؤال، أنا بالسؤال معطيني اياها سالب 4، اذا سالب 4 على 2 هي سالب 2، فيكون بهذا الشكل. بالبداية اطلع القيم، اول شيء الاي دي اس اس هو معطيني اياها، بعدين عندما الاي دي يساوي اي دي اس اس على 2، بعدين عندما يساوي الاي دي اس اس على 4، واخلي القيم هنا، اخلي هنا النقاط هذني النقاط،
بعدين أجر الخط بهذا الشكل إلى أن أوصل إلى السالب 4، يعني هذا الخط يمر ب 0.3 في بي ويمر بالنقطة مال في بي على 2 ويمر بالنقطة مال في بي اللي تساوي سالب 4 بهذا الشكل. يعني أول شيء أطلع القيم، بعدين يلا أجر خط أوصل بين هاي النقط الخاصات بالفي بي. الآن راح ناخذ الـ P-channel مال depletion type MOSFET. هنا أخواني بالـ P-channel الخاصة بالـ depletion type MOSFET راح تكون عكس ما شرحناه تماما بالنسبة للـ N-channel الخاصة بالـ depletion type of MOSFET. عكسها تماما. شو عكسها تماما؟ هنا بالبداية قلنا احنا راح نشتغل بالـ depletion MOSFET، يعني هذا الـ curve. هذا الكيرف ما عليه بي. زين، هذا الكيرف شو وقت يظهر عندي؟ او هنا نفس الشيء، شو وقت يظهر عندي؟ هذا قلنا بالان شانل يظهر عندي اذا خليت هنا المصدر الفولتيه صفر، يعني خليته شورت سيركت، هذا خليته شورت سيركت بهذا الشكل، او خليت هنا فولتيه بالريفرس بايسنج. هنا بالعكس تماما بالبي شانل يظهر عندي كذلك اذا خليت صفر فولت، إذا خليت الـ VGS 0 فولت، وإذا خليتها فورورد بايسنج. يعني يشتغل عندي الـ P channel بالنسبة للـ depletion MOSFET إذا خليت هنا المصدر الفولتية أما 0 فولت، يعني خليت شورت سيركت، أو خليتها فورورد بايسنج. هناك إذا خليت 0 فولت بالـ N type أو خليتها شنو ريفرس بايسنج، راح يشتغل عندي الـ depletion MOSFET. اما بالنسبه لهنا بالنسبه للترانسفير كاركترستكس راح يكون يشتغل عندي عندما قلنا صفر البي جي اس صفر، هنا البي جي اس صفر عندما تكون صفر او تكون موجبه، يعني تكون بالفورورد بايسك. زين، اما بالنسبه الى الانهانسد مود، الانهانسد مود قلنا هناك يظهر اذا خليت هنا بين البي جي اس بين الجيت والسورس خليتهم فورورد بايسنج، يعني خليت هنا فولتيه موجبه. هنا بالعكس بالبي تايب راح يظهر عندي الانهانسمنت مود اذا خليت هنا فولتيه بالريفرس بايسنج، اذا خليت هنا فولتيه سالبه، يعني بهذا الشكل. بهذا الشكل يلا يظهر عندي هذا الكيرف الخاص بالانهانسمنت. يعني ملخص مفيد، البي شانل بالنسبه للديبليشن موسفيت راح يكون عكس تماما ما شرحناه بالان شانل. شلون عكسه؟ هناك قلنا يشتغل عندي الديبليشن موسفيت عندما نخلي البي جي اس تساوي صفر او فولتيات سالبه، يعني اخليه بالريفرس بايسنج. هنا أنا بالعكس إذا خليته صفر أو خليت فولتيات موجبة يلا اشتغل ديبليشن ريجن. أما بالنسبة للترانسفير كاركترستيك كذلك راح يشتغل عندما تكون الـ VGS صفر أو خليتها فورورد بايسنج، يعني فولتيات موجبة. ونقدر نحل هذاك السؤال، هذا السؤال نحله بالـ P channel. هنا بدال N channel أخلي P channel. زين، وأخلي هنا الفولتية الـ VB موجبة لو سالبة خليها موجبة. ليش؟ لأن قلنا يشتغل بالموجب، هاي عندي الـ VB قيمها موجبة. يعني يشتغل الـ P-Type عندما يكون الفولتية بين الـ Gate و Source Forward Biasing مو Reverse Biasing، يعني يشتغل بالـ Reverse Biasing. وهذا رمز الـ N channel والـ pin channel اللي خاصات بالـ depletion MOSFET. زين، هسه راح ناخذ النوع الثاني من الموسفت. قلنا هو نوعين، اما depletion MOSFET او depletion type MOSFET او enhancement type MOSFET، ونرمز له بالـ E MOSFET. الـ Basic Construction مال الـ E-MOSFET أو الـ Enhancement Type MOSFET
هو هذا الكونستراكشن اللي قدامكم. راح نلاحظ شنو يفرق عن الدبليشن موسفيت. ببداية خلي نشرح انه الدرين راح يكون طرف الدرين متصل بالان تايب، والسورس كذلك متصل بالان تايب. هسه لحد الان نفس الدبليشن موسفيت، لكن هنا أنا ما عندي شانل، ما عندي قناة بين الطرفين، الطرف الدرين وطرف السورس، ما عندي هنا قناة تربط بينهم. زين، ولهذا نلاحظ بالسمبل مال الانهانسمنت راح يكون بهذا الشكل. قلنا احنا الطرف الجيت راح يكون بهذا الشكل، انه منعزل عن الشانل، يكون منعزل عن الشانل بمادة سميناها سيليكون ديوكسيد. زين، كذلك هنا أنا راح يكون طرف الدرين هذا وطرف السورس راح يكونون منعزلين عن بعض، يعني ما متصلين بهذا الشكل، لا راح يكون منعزلين. زين، وقلنا هذا الطرف الاس اس راح يكون مربوط مع السورس، مع طرف السورس بهذا الشكل. فهذا الشكل النهائي او السمبل النهائي الى الان تايب بالنسبة الى الانهانسمنت تايب موسفيت. اما بالنسبة للبي شانل راح يفرق عن الان شانل، انه السهم راح يكون مع الاس اس راح يكون الى الخارج، بينما بالان شانل راح يكون الى الداخل. فراح اللي عرفناه الان انه هنا الدرين هذا طرف الدرين وطرف السورس راح يكونون ما متصلين مع بعض، راح تكون القناة هنا ما متصلة مع بعض. زين، شلون راح التيار يمر من السورس الى الدرين اذا هنا ما عندي شانل، ما عندي اتصال بيناتهم اصلا؟ احنا قلنا حتى نعمل انهانسمنت موسفيت لازم نخلي هنا المصدر الفولتية هنا بالفورورد بايسنج، يعني الفولتية ما بين الجيت والسورس لازم تكون موجبة، الفولتية لازم تكون موجبة. زين، من تكون موجبة الفولتية، اذا هذا الطرف، هذا طرف الجيت راح يكون متصل بطرف الفولتية الموجبة، اذا هنا راح تكون مشحونة، هذا الطرف مال الجيت راح يكون مشحون بشحنات موجبة بهذا الشكل. زين، وبما انه هذا الطرف راح يكون مشحون بشحنات موجبة نتيجة الطرف الموجب مال البطارية، وبما انه هنا بالبي تايب راح يكون موجود الكترونات اقلية منيورتي، قلنا بالبي تايب الميجوريتي مال الكارير هو الهولز، اما الاقلية المنيورتي هي الالكترونات. فبما انه هنا اكو الكترونات منيورتي اقلية وهذا الطرف مشحون بشحنات موجبة، اذا راح عدد من الالكترونات تندفع الى هذا الطرف، عدد من الالكترونات اللي هي الالكترونات اكيد تكون سالبة راح تندفع لهذا الطرف. زين، وبالتالي كل ما ازود الفولتية الموجبة كل ما عدد الالكترونات اللي راح تندفع لهذا الطرف راح شنو راح تزداد، وبالتالي راح تنفتح لي قناة ما بين هذني الطرفين، طرف الدرين وطرف السورس، راح تنفتح لي قناة، ومن تنفتح قناة راح يمر التيار من السورس الى الدرين بهذا الشكل. بهذا الشكل نخلي فولتية موجبة، يعني بالفورورد بايسنج راح عدد من الالكترونات، عدد من الالكترونات السالبة تندفع الى هذا الطرف. هذا الطرف بالبداية ما راح يكون اكو قناة ما بين هذين الطرفين، فراح من تندفع الالكترونات راح تترك وراها ايونات موجبة، فهاي الايونات الموجبة هي خاصة بمن؟ بالالكترونات اللي تحولت من هذا المكان الى هذا المكان نتيجة انه هذا الطرف مشحون بشحنات موجبة. فبما انه هذا مشحون بشحنات موجبة وعندنا هنا الكترونات اقلية، فراح يصير شنو؟ تجاذب، تنجذب هاي الالكترونات الى هذا المكان، وبالتالي راح تكون لي قناة يمر من خلالها الكارير او التيار. زين، يعني بس اخلي هنا فولتية موجبة ايش قد ما تكون قيمتها راح تنفتح هاي القناة؟ لا، بالبداية اذا خليت فولتية قليلة ممكن هنا راح عدد من الالكترونات ينتقلون الى هذا المكان، بس ما ينفتح لي قناة، ما تنفتح لي قناة،
هنا، لكن من ازود هاي الفولتيه اكيد راح تنفتح القناه. الفولتيه الموجبه اللي خليتها هنا، الفولتيه الموجبه مثلا خلي مثلا موجب 2، هاي الفولتيه من خليتها انفتحت لي قناه. قبل هاي الفولتيه مثلا موجب 1 من خليتها ما انفتحت لي قناه، بس من خليت موجب 2 انفتحت لي قناه. هاي الفولتيه اسميها في ثريشولد في تي. تتذكرون الفي ثريشولد بالدايود كانت 0.7، من اخلي الفولتيه 0.7 راح يمر تيار. نفس الشيء هنا التيار او الفولتيه اللي اخليها هنا، الفولتيه الموجبه اللي راح من خلالها تنفتح لي قناه وبالتالي يمر تيار، هاي الفولتيه اسميها في ثريشولد في تي. زين طلاب، زين هنا أنا عندي الدرين كاركترستيك اوف ان شانل انهانسمنت تايب موسفيت. عندنا بالبدايه الفولتيه اللي راح تفتح لي قناه هاي نسميها في ثريشولد. مثلا هنا الفولتيه اللي فتحت لي قناه ما بين الدرين والسورس 2 فولت، فسميها هاي الفولتيه في ثريشولد. هنا الفولتيه مو صفر، هنا الفولتيه 2 وهنا مار تيار، مار تيار هذا يعني مو منطبق على هذا الفولتيه، هاي ما منطبقه على الصفر، لا هاي فوق الصفر. زين كل ما ازود الفولتيه راح يزيد، راح يزيد القناه وبالتالي راح يزيد التيار. فهنا من خليتها موجب 3 زاد عند التيار، موجب 4 زاد عند التيار، الى ان خليت موجب 8 هو اعلى تيار. لكن اني هذا مو اعلى، هذا مو الاي دي اس اس، هذا التيار هو مو الاي دي اس اس. ممكن اذا ازود الفولتيه يعني خليها موجب 9 راح يزيد عند التيار. زين هنا يقول اذا كانت الفي جي اس هي اكبر من الفي تي، يعني هنا بهاي حالتنا انه هي اكبر من الفي تي، يعني الفي جي اس موجب 3 وفوق. اذا كانت موجب 3 وفوق يعني الفي جي اس هي اكبر من الفي تي، اذا الاي دي راح يساوي كي. الكي يعني كونستات ثابت، ويعتمد على من؟ يعتمد على البناء مال الديفايس، يا ديفايس قصدهم على ديفايس الترانزستور. حسب بناء الترانزستور يكون له هنا الكي قيمه ثابته. زين فالاي درين راح تساوي كي مضروبه في الفي جي اس ناقص الفي تي الكل تربيع. زين وممكن اطلع الكي مال اي ترانزستور، يا ترانزستور الانهانسمنت الاي موسفيت. زين ممكن اطلعه من خلال القانون الاي درين على ال في جي اس ناقص ال في تي الكل تربيع. زين بالنسبه للبي شانل احنا تعودنا وعرفنا انه بالنسبه للبي شانل مال اي ترانزستور ان كان جاكشن فيلد افكت ترانزستور او ديبليشن موسفيت او انهانسد موسفيت انه راح يكون عكس ما شرحناه بالان شانل. فهنا كنا نقول انه الفولتيه ما بين الجيت و هنا الفولتيه ما بين الجيت والسورس لازم تكون موجبه بالان تايب، لازم تكون موجبه على مود تنفتح لي شانل. هنا بالبي تايب هنا عكس البي شانل، راح تكون عكس الان شانل انه تنفتح الشانل اذا كانت الفولتيه ما بين الجيت والسورس هي سالبه. زين والفولتيه السالبه اللي تخلي لي او تفتح لي شانل ما بين الدرين والسورس نسميها في تي. زين طلاب فهنا الفولتيه لازم نخليها بالبي تايب، بالنسبه للانهانسمنت راح لازم نخليها سالبه. وهاي شكل ال Enhancement MOSFET بالنسبة للـ N-Channel والـ P-Channel. لهنا انتهت محاضرتنا لهذا اليوم، إلى اللقاء.